نروح نستقبل على الهاتف سريعا الاستاذ او كابتن طبعا جوهر نبيل، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. يا كابتن جوهر، مساء الفل عليك. مساء الفل يا امير، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ بمسي عليك وعلى ضيوفك في البث. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا عايزين نتكلم عن بعثه النادي الاهلي في لكره اليد طبعا في كوت ديفوار ونتائج البعثه والامور كلها، عايزين نطمن بشكل كبير جدا وكمان الاستعدادات يعني. هو يمكن احنا وصلنا امبارح فجر اليوم كوت ديفوار ابيجان تحديدا، تمام. غير كان عندنا معسكر ثلاث ايام هناك، لعبنا مع فريق المنتدى، كسبنا 35-25. تمام. كابتن عاصم، كابتن عاصم حماد المدير الفني، غرد كل اللعيبه الموجودين الوقوف على الحاله الفنيه والبدنيه لكل اللعيبه، كان معسكر ناجح الى حد كبير. تمام. وصلنا الحقيقه في ابيجان، كان في انتظارنا واستقبلنا السفير محمد فاروق الحمزاوي، سفير مصر في ابيجان. اكيد. والحقيقه ان السفاره يعني من خلال المكالمه ومن خلال قناه الاهلي تشيد الحقيقه بالسفاره المصريه في ابيجان، التنسيق الجيد الحقيقه والتعاون وتسجيل العقبات. يمكن احنا بعتنا كابتن هاني نجدي مدير جهاز الاداري لكره اليد قبلنا بيومين، تمام. وكان في تنسيق الحقيقه كبير مع السفاره، وده ادى لوجود الحقيقه اولا اقامه جيده جدا للفريق بشكل كبير. الفرقه جت لقت كل حاجه معده كويس، سواء الغرف نظيفه، الاكل موجود فيها، التكييفات موجوده، وتاكدنا ان الاقامه جيده للعيبه. بالنسبه لملاعب التدريب اخبارها ايه؟ النهارده صباحا كان عندنا فريق كان عنده تدريب الساعه 12 ظهرا، ده على نفس الملعب اللي هيلعب عليه بكره. حلو. عقاب الكاميرون. تمام. 12 احنا فرق التوقيت ما بيننا وبين القاهره ساعتين اقل، يعني الساعه دلوقتي عندنا في ابيجان الساعه 4:10. تمام. حضرتك 16. 16 بالظبط. فبالتالي كان نفس الملعب اللي هنلعب عليه بكره، نفس التوقيت اللي هنلعب فيه اتمرنا عليه النهارده. والنهارده بالليل ان شاء الله في الساعه 8 اجتماع اللجنه الفنيه عشان ندوس بقى على الامور الفنيه كلها، التيشيرتات، كل فريق يلعب بالتيشيرت عامل ازاي، والتاكيد على التوقيتات بالنسبه للمباريات. طيب كابتن جوهر، برضو عايزه يعني عارف ان انتوا كنتوا في المغرب وكان عندكم معسكر هناك، نتائج المعسكر ده ونتائجه بالنسبه للاعبين والناحيه المعنويه بالتحديد كمان عايز اتكلم عليها مع حضرتك بالنسبه للاعبي النادي الاهلي قبل المشاركه في البطوله. والله الناحيه المعنويه الحمد لله الفريق قبل ما يطلع كسبان مباراه الدوري، الناحيه المعنويه جيده جدا. كابتن عاصم شغال على الناحيه النفسيه الى جانب الناحيه الفنيه والبدنيه. وجود كمان حماصه لاعب نادي سموحه مع لعيب النادي الاهلي بيدي برضه دفعه، حماصه من اللعيبه الجيده جدا. وكنا على في انتظار، كان في احتمالات انضمام علي زين لينا، لكن فضلنا وجود العناصر اللي موجوده كفايه وزياده، واحنا كلنا متفائلين خير ان شاء الله نرجع باذن الله بعثتنا ترجع بكاس البطوله الافريقيه. ان شاء الله نتمنى بكل تاكيد الفوز بالبطوله الافريقيه. عايز اطمن على اللاعبين بالتحديد يا كابتن جوهر، هل في اصابات مثلا متواجده في صفوف الفريق دلوقتي ولا الكل خلاص مستعد سواء من الناحيه البدنيه من الناحيه الفنيه لخوض المباريات؟ لا الحمد لله، يعني في الخشب ما فيش اي اصابات. الحمد لله. يعني كل الحمد لله. اللعيبه الحمد لله في حاله بدنيه وصحيه ونفسيه جيده، يتبقى بس نزول بقى اللعيبه المباريات. اول مباراه مهمه بالنسبه لنا كمثال الكاميروني، فريق صعب شويه. تمام. طبعا امكانيات نحن الفنيه والبدنيه افضل كتير، ولكن احنا بنلعب مع فريق كان فاز قبل كده على الزمالك وعلى الاهلي في بطولات افريقيا. تمام. يعني فريق قوي، مناوشات كده، ولكن ان شاء الله بكره باذن الله النتيجه تكون محسومه. اول ماتش مهم ده اللي هيفرق في الناحيه الفنيه والمعنويه للعيبه ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا حضرتك عندك خبرات كبيره جدا في البطولات الافريقيه سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، بالتالي انا عايز اسالك الرساله اللي انت اكيد بتوجهها للاعبين وانت اكيد قريب معاهم وموجود طبعا كرئيس بعثه معاهم، الرساله اللي انت بتقولها لهم دايما، الكلام ما بينكم بيبقى ماشي ازاي؟ او نصايحك يعني بشكل عام. اتفضل. او نصايحك يعني اتفضل. النواحي الفنيه طبعا للكابتن عاصم طبعا حماد، ولكن النهارده واحنا كنت بتكلم كابتن عاصم اداني الكلمه واتكلمت الحقيقه على الناحيه اللي انت قايلتني عليها تحديدا، الناحيه المعنويه وحته الحماس والقوه. أكيد. مهمه جدا، وده دايما اللي بيميز لعيبه النادي الاهلي مش بس في كره اليد ولكن في كل الالعاب. اي لعبه دايما في روح الفانيلا الحمراء، الروح القتاليه والحماسيه بغض النظر. يمكن اديت مثال ان كابتن عاصم محمد تحديدا كان لعب بطولات عربيه بدون اللعيبه الدوليه اللي كان الجيل بتاعي،
وكسب البطولات العربيه اللي طلعها بدون اللعيبه الدوليه، بالتالي احنا ما عندناش اي نقص ان شاء الله. الحماس والقوه والتركيز والفرقه كلها تلعب كانها راجل واحد، واللمه على فكره يا امير اللمه خارج الملعب بتفرق جامد طبعا، اكيد معنويه اكيد داخل الملعب اكيد. كابتن تمام، كابتن جوهر نبيل طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس باسط الفريق في كوت ديفوار طبعا فريق النادي الاهلي كره اليد، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه.